جاني علم ما هو سوى مكد عليها يا جيش جاني وطل مزاج يوم قالوا قمت وما ترد الجواب ما هكذا كان ظني ورجال المحاج ما هكذا كان ظني ورجال المحاج قال ابو زيد جاني علم ما هو سوى نكد عليها اشجاني وعطل مزاجي قال ابو زيد جاني علم ما هو سوى نكد عليها يا اشجاني وعطل مزاجي يوم قالوا عجبت ما ترد الجواب ما هكذا كان كذا كان ظني ورجال المحاج ركب شرح بايشترح قلنا على ايش هذا قال حفل الزواج شل بلك ودور ناس من غيرنا ان كان شباب تلاقي في الاوادم مواقي ان كان شباب تلاقي في الاوادم وقت ما الناس تتحرر يا ابونا عبيد نسلم الامر نصبح بين خاضع ولاقي وقت ما الناس تتحرر يا ابونا عبيد نسلم الامر نصبح بين خاضع ولاقي اصبح وتحت تعرض بكلمة قال ذولا دقاقي وانا حتى تعرض بكلمة قال ذولا قال ما دام فيكم من يحب الطمع كل نشرح خراجه مثل ما اشرح خراج قال ما دام فيهم من يحب الطمع كل نشرح خراجه مثل ما اشرح خراجي اح يا ما بحالي واح يا باطلي بوني عرق وانا ما بيت بين عراقي بوني عرق وانا ما بيت بين عرق كيف نسمح لمن جانا بحيلة جديد يريد يعلق سراقه لقلي يطفي سراقي كيف نسمح لمن جانا بحيلة جديد يريد يعلق سراقه لقلة يطفي سراقه في العبادل ويافع واهل فضل الرقا والعولق والكثير عادن اليوم راقي والعولق والكثير عادن اليوم.
اليوم.